اهلا بيكم، معاكم صبري شريف. ان شاء الله النهارده نتكلم على حاجه مهمه جدا، هي هاو تو بي ا سيفتي بروفيشنال، ازاي تبقى بروفيشنال في شغلك كسيفتي. عندنا ثلاثه لاينز ميجر هنتكلم في اول واحده فيهم، عن التريننج اند كومبتنس ستيج، ودي المرحله الاولى ازاي تقدر تبقى كومبتنت او كفء في شغلك طبعا من خلال التريننج. طبعا مش هقتصر التريننج كورسز يعني في الاوشا ستاندرد، لكن هي اهم حاجه في المجال هي الاوشا ستاندرد، لان هي مبنيه على يعني جهات كتيره جدا عملت عليها اختبارات، وعملت على المعايير دي عملت على اختبارات، وثبتت فعاليتها فعلا في بيئه العمل من فتره طويله جدا. فطبعا لازم ان احنا نطبق المعايير دي في بيئه العمل، ولازم ناخد الكورس ده كحاجه فيكسد وكحاجه بيز لشغلنا. فطبعا التريننج او المرحله دي هي مرحله ان انت كل حاجه ثيوريتيكالي او بشكل نظري تبقى اوير بيها، لان انت طبعا حتى للناس الفريش او حتى الناس اللي شغاله في المجال لازم تكون اوير بكل المعايير الجنرال اللي موجوده في كل بارتيشن. يعني لما بتدخل مكان لاول مره هتشتغل فيه لازم بتعمل ووك ثرو الاول، وبتلف تعمل سيرفي في المكان بتاعك، تعمل ريسك اسسمنت للمكان، بتتهيئ نفسك تشوف، تعمل هازارد ايدنتيفيكيشن الاول، طبعا اماكن العمل ايه اللي موجود فيها هازارد، هعمل اسسمنت بعد كده لكل مكان، طب احط الكنترول ازاي، ايه هي الميتيجيشن بلان اللي هحط عليها احط فيها الكنترول ميجر بتاعتي، وهل هي ابليكابل ولا لا. يعني لازم تكون حاجه ريزونبل، وفي نفس الوقت تكون حاجه براكتيكابل، يعني حاجه تكون عمليا هتطبق، مش حاجه جايه من وحي الخيال. فطبعا دي نقطه مهمه جدا، ازاي انت تطبق او ازاي انت تحول المعلومات النظريه اللي انت خدتها في الكورس ل براكتيكال اكتيفيتي او نشاط عملي هتطبقه على الارض. طبعا ده بنتكلم فيه على كل البارتيشنز، يعني لو بتتكلم على الالكتريكال سيفتي، لو بتتكلم على الريجنج اند ليفتنج، لو بتتكلم عن الوير هاوس سيفتي، لو بتتكلم عن الهازارد كوميونيكيشن، لو بتتكلم عن الويلدنج والكاتنج اوبريشنز، لو بتتكلم على اي اكتيفيتي من دول لازم هتطبق الجنرال ريكويرمنت بتاعته ريفرنس والاوشا ستاندرد. زي ما الاوشا بتقول يا جماعه احنا عندنا مجموعه من المعايير اللي لازم نطبقها بشكل متسلسل علشان نحقق بيئه عمل امنه. طبعا لو طبعا دي بتختلف حسب البوليسي بتاع الشركه، لو هقدر اطبق المعايير دي او لا. فطبعا دي حاجه راجعه للبوليسي بتاع الشركه، يعني هل الشركه فعلا هتوفر الاجراءات او توفر الكنترول ميجر اللي لما احطها كاكزيستنج كنترول ميجر او كاديشنال كنترول ميجر هتقلل الحوادث وتمنعها. دي على حسب بوليسي الشركه مش على حسب التعلم. احنا هنا بنتكلم على الثلاثه لاينز المهمين اللي لازم عشان تبداهم او تمشي عليهم علشان تحقق ذاتك او توصل لمرحله ان انت شخص بروفيشنال او شخص بتشتغل بطريقه يعني سيستماتيك علشان تحقق في الاخر الغرض من الشغل. طبعا الشغلانه بتاعتنا دي يعني في جانب منها اخلاقي كبير جدا. طبعا انت ممكن تكون شايف ان الشغلانه اللي بتتعمل الوقت هيعدي والناس مش هيحصل لها حاجه وكل حاجه، بس في جانب اخلاقي بيقول لك انك لازم تفولو اب على الشغل بتاعك، ولازم تبقى واقف على شغلك دايما وتوفر سوبرفيجن محترمه، ولازم تطبق معايير كويسه طبقا للي اتعلمته، مش لمجرد انك بتضيع وقت وخلاص. رقم 3 او اللاين رقم 3 هو البروفيشنال سيرتيفيكت او البروفيشنال سيرتيفيكيشن، ودي هي الشهادات اللي المفروض لما اخدها ابقى شخص بروفيشنال في مجالي. طبعا بخلاف الاوشا ستاندرد زي ما قلنا، لان هي دي المدرسه الام لكل الاكتيفيتي او كل البارتيشنز في سيفتي. حسب لو انا جيت عملت اسسمنت للمكان بتاعي ولقيت فيه 18 ل 20 18 ل 25 يعني بارتيشن، هرجع للاوشا ستاندرد الاول، هعمل اسسمنت محترم، هعمل جاب اناليسيس، هطلع كل الجابس اللي موجوده عندي ريفرنس للستاندرد زي ما بيقول، وهبتدي اعمل ميتيجيشن بلان همشي عليها او خطه همشي عليها عشان احقق كل الكنترول ميجر اللي انا اتفقت عليها او اللي انا عملت عليها الاسسمنت في البدايه. طبعا ايه هي الكورسز بخلاف الاوشا ستاندرد؟ رقم 1. رقم 2 ايش مانجمنت سيفلي، ودي شهاده مهمه جدا، هيبقى فيها بارتيشن مهمه خاصه بالبيرميت ورك سيستم وهاو تو مانج الهيلث اند سيفتي. فدول نقطتين مهمين جدا بجانب بعض الحاجات الثانيه التكنيكال يعني في شغلنا. رقم 3 النيبوش اي جي سي او الانترناشونال جنرال سيرتيفيكت، ودي الشهاده الدوليه العامه في النيبوش، ودي لازم تاخدها طبعا في مرحله معينه من شغلك عشان بتقسم مراحل الشغل بتاعتك او مراحل خبرتك علشان تقدر توصل لمرحله معينه ان انت خلاص بتقدر تمانج الهيلث اند سيفتي، تقدر تعرف يعني ايه اصلا نظام سلامه، تعرف هو بيتكون من ايه عشان تبقى انت عارف ايه هي الخطوات اللي انت ماشي عليها، هل هي صح ولا غلط، وانت يعني في اي نقطه من الدايره اللي انت شغال فيها.
لان ده مهم جدا انك تكون عارف انت لما هتبدأ هتبدأ منين ولما تنتهي هتنتهي فين. تالت حاجة او تالت كورس او رابع كورس غير الاوشا ستاندرد طبعا هيبقى عندنا النيبوش بروسس سيفتي، وده بيعلمك سلامة العمليات او بيعلمك ازاي ان انا احقق بيئة عمل امنة بنسبة 100% بس خاصة بالبروسس، سواء كانت انشاءات سواء كانت اندستري سواء كانت اي مجال. طبعا البروسس بيعرفك ازاي تعمل اسسمنت للبروسس بتاعتك وازاي تحقق سيفتي من اي تو زد في البروسس. رقم 4 هي الايزو 45001، ودي خاصه بالانسان سيفتي. دي مواصفه لازم علشان تبقى شخص بروفيشنال لازم تاخد السيرتيفيكت الخاصه بالايزو 45001. دي بتعلمك برضو الميثودولوجي بتاعت البروسيدجرز والجايد لاينز والبوليسيز وازاي ان انت تقدر تبني الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي، او تبني نظام سلامه امن او نظام سلامه فعال. الشهاده اللي بعد كده هي الايزو 14001، ودي خاصه بالهاو تو مانج انفايرمنتال اسبيكتس وهاو تو انشور الريكويرمنت بتاع الايزو 45001. اخر شهادتين ودول يعني في مرحله متقدمه جدا وممكن توصل لهم عادي زي اي حد، هما الاي اس بي والسي اس بي. دول طبعا شهادتين بروفيشنال، الشهاده امريكيه. الشهادات دي يعني بشكل سبيسيفيك قوي بتتكلم عن السيفتي. كل بارتيشن بيبقى ليه مديولز في الـ في الـ في الـ في الكورسات دي، وطبعا في بوكس معينه زي ديفيد ييتس طبعا دي مراجع بترجع لها في النهايه عشان تحقق النجاح في الكورسين دول. ودول طبعا يعني ليفل وحش زي ما بيقولوا، فطبعا لو وصلت لهم يبقى انت كده يعني هكرت اللعبه زي ما بيقولوا. فطبعا في البدايه خالص هو الاوشا ستاندرد دي حاجه مهمه جدا جدا، لان طبعا الاي اس بي والسي اس بي معظم البارتيشنز اللي موجوده فيها هي مقتبسه معظم المعلومات بتاعتها من الاوشا ستاندرد، وبتجيب كل الستاندرد بتاعتها منها او بتجيب كل المعايير منها، وكل الداتا او نقول مثلا ممكن 80% من الداتا بتاعتها بتجيبها من الاوشا. فطبعا ما اختلفناش، هي المدرسه الام زي ما قلنا، الاوشا ستاندرد لازم تاخدها. طبعا كبدايه كفريش لازم تبقى عارف يعني ايه ريسك اسسمنت، فطبعا لازم تعتمد على انك تاخد كورس ريسك اسسمنت، لازم تاخد كورس ريجنج اند ليفتنج، تبقى عارف ايه هي المعايير اللي لازم اطبقها عشان احصل على سلامه في العمليات الرفع او التصميم. رقم 3 حاجه خاصه بالفاير فايتنج والفاير الارم سيستم والفاير مارشال، طبعا عشان تبقى انت عارف ازاي ايه هي الايكويبمنت بتاعتك كفاير الارم وفاير فايتنج، وايه هي الميثودز بتاعت الفاير فايتنج، وايه الايكويبمنت اليدويه اللي المفروض استخدمها في حاله المكافحه، وطبعا ايه هي التريننج اللي المفروض اديها للناس كتيبتي او كتريننج، وازود عندهم الاويرنس الخاصه بالفاير مارشال او الفاير فايتنج والالارم، وايه هو دورك كسيفتي في ان انت تتحقق من سلامه هذه الانظمه سواء كانت الارم او حريق طبعا اللي هي الفايتنج يعني. فطبعا احنا عندنا كورسات كبيره جدا وكتيره جدا، فطبعا هي مش بكتر الكورسات، هي بالسبوت يعني انت لازم تسبوت على 5 ل 6 أو 7 كورسات في البدايه خالص علشان تقدر توصل لمرحله بروفيشنال. وعلى فكره في ناس بتوصل تبقى اكتر من 10 سنين خبره او اكتر من كده كمان، بيبقى عندك وتبقى حاصله على نفس الكورسات ما تقدمتش خطوه. ده مش صح ومش غلط، بس كبروفيشنال انت لازم تكون بتاخد الكورسات الخاصه بالمانجمنت ليفل علشان تقدر توصل لتايتلز اعلى. شكرا، وان شاء الله باذن الله نتقابل في كورس جديد وسيشن جديده، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.